أجنبي جاي علشان يشتغل ده أندر دوج، وأغلب الأجانب ما بيعدوش من الستيج بتاع أندر دوج، اللي بخهم ويطلع فوق خلاص بقى زيه زي التانيين وما فيش أي سكايز دليل زي ما بيقولوا. إنما في سقف محطوط علشان تستنى أنت تحتيه، لأن عايز ناس تشتغل في المستوى ده. أدي لك مثال بسيط، الحاجات معقدة ليه؟ علشان اللي بيسموه أندر إمبلويمنت، يعني واحد مثلا مهندس ميكانيكا، وده صديق ليا وأعرفه، إنجليزي معاه رخصة في إنجلترا بس مش قادر ياخد رخصة كندا، إنما لازم يعيش، فبيشتغل إيه؟ بيشتغل فورمان في مصنع، رئيس وردية عمال في مصنع. فجاب إنجينير شغله كده خلاص، يجيب واحد كان هنا أستاذ شغله نايب، يبقى خد عقلية وإكسبيرينس كونسلتنت سيرجن بس الريزيدنت تايت، ينام هو الليل ويشخر ما عندوش مشكلة مع العينين لأن عنده وجع قوي 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 في الاسم. المفروض الخطة محطوطة إنك تستنى كده. الشاطر بقى بيخون ديوتا إنه يكون فاهم السيستم، فاهم الإجراءات، يمشي فيها واحدة واحدة ولا يحيد عن المسار والهدف بتاعه زي الأسد والغزال، ما يبصش للتانيين، يبص للهدف بتاعه اللي هو عايزه. بس أي أسئلة هكون سعيد جدا إن أجاوب. شوف اللي بيفكر وبيتردد ما يروحش. أنا خرجت مصر بأربع جنيه. شكل طريقي اللي خايف ما يروحش. سنتين تتلمع وتيجي؟ لا ده تتدرب يعني خمس سنين يعني لاند ايميجرنت يعني عشان تاخد ريزيدنسي. مش هتقدر تاخد ريزيدنسي الا اذا كنت كنديان سيتيزن او لاند ايميجرنت. يعني مهاجم تحت. الريزيدنسي خمس سنين الامتياز. بس ده البروبلي ريكوجنايز الامتياز هنا. بروبلي. يقول لك تعالى اشتغل ريزيدنت على طول. في بروجرامات بقى يقول لك ايه علشان يستفيد منك عاوز تشتغل ريزيدنسي، لا تشتغل قبليها 1 يير ان دوبل ريسيرش. انت مالكش ريسيرش، انت ما تعرفش ريسيرش، انما تشتغل طلبه في الدوبل ياخد منك سنه كده يستفيد منك وانت ما تطلعش منك حاجه. انما يقول لك هو ده علشان اخدك في ريزيدنسي لازم تديني دي لان هو عايز دي. ساعات وساعات تقبلها. المهم اتفضل. هو حد علي صوتك شويه لو تسمع. لاند بعد كده اللي هو 5 يير ريزيدنس دي بس بتفرج بس ما بعملش بحطش. لا 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 لا، اذا كنت ريزيدنس ومعاك رخصه انك انت تزاول من الطب داخل المستشفى اذا ريزيدنس انت بتشتغل، ما احنا اشتغلنا ازاي؟ طب هي الرخصه يعني الستبس بتاعتها ايه اللي هو لا دي هتجيبها من الكوليدج اوف فيزيشنز اند سيرجنز ريكوايرد لانها بتتغير. انا اياميه كانت حاجه رهيبه جدا. في تعامل الميديكال كونسل في كندا بارت 1 وبارت 2 دول. الميديكال كونسل في كندا ده بعد ما تدخل وتكون لاندد ايميجرنت وساتسفايد اول ذا ريكوايرمنتس اللي تخليك تخش الامتحان. ما هو مش كل واحد معاه 20 يفتح الامتحان يعني، وهم يعني حاجه الامتحان مره في السنه والرسوم بتاعته 2000 دولار مثلا عشان تخش، وانت ما قدرتش تشتغل لان ما معكش رخصه لسه، فبتشتغل اي حاجه. وانا اعرف واحد بيوزع بيتزا وحب بنزين، يا دوبك القرشين اللي بيطلعهم ياكلوه ويسكنوا، يلم ال 2000 دولار ازاي عشان يخش الامتحان؟ فبيحط لك عقد. هو ديزايند ان السكه تبقى صعبه، ما هيش ديزايند عشان تبقى سهله. انا اعرف واحد وانا صحته النهارده عنده 46 سنه ولسه ما خدش الرخصه، بقى له خمس سنين في كندا بيعمل اي كلام علشان يعيش. ما هو لازم ياكل ويشرب ويسكن، هو دكتور. انما المني جدا انه بعت لي يقول لي اديني ريفرنس علشان اشتغل نمارجي في العمليات وهو يورولوجيست. انما لازم يقبل، ولازم يقبل برضه.
بالنسبة للبروجرامز، هل البروجرامز مثلا يعني في كل مقاطعة كندا يعني كلهم زي بعض؟ لا، بس هتلتقي المقاطعة اللي ما عليهاش ضغط او من هياش من النقاوة، هتلتقى ان السكة اسهل شوية. الحاجة التانية بعد ما تخلص، في حاجة في كندا اسمها the underdeveloped areas، هناك دي دول حرة ديمقراطية، مفيش حاجة اسمها هم تكليف وواد واحد بالعافية من ده، لا خالص. فعنده حتت مفيش فيها دكاترة قليلين، او مفيش دكتور تخدير مثلا في المنطقة، او مفيش اوفثالمولوجي في المنطقة، فيعمل ايه؟ يقول لك دي underdeveloped areas، اديله incentives انه يروح. incentives ايه؟ هتلتقى كل الاجراءات المعقدة اللي في الدنيا بقت اسهل من السهولة خالص. هيدي لك رخصة للمنطقة دي، والمنطقة دي مش وحشة والله. زي الاريا اوف نيل في استراليا مش كده؟ نعم؟ زي الاريا اوف نيل في استراليا مش كده نفس النظام؟ انا ما اعرفش استراليا خالص. انا ليا اصدقاء استراليين بس ما اعرفش استراليا. طب تمام. طب هي الحتة دي مثلا انا يعني اشتغلت فيها وخدت الريزدنس بتاعتي بعد كده بقيت كونسلتنت؟ لا، انت بتاخد الريزدنس في الحتة الريزدنس هوسبيتالز وخدت كونسلتنت ومعاك الرخصة، روح على الاندر ديفلوبد اريز. هتعمل فلوس بالأفر. اولا هناك مثلا ايه، علشان الطب مؤمن والحكومه اللي بتدفع والدكاتره ممكن يدوروا شغل ويطلعوا فلوس، فقال لك الدكتور لغايه 100,000 دولار في السنه بيديله 100%، اللي يطلع اقل من كده يديله 80% من اللي اكثر من كده، وهكذا. في الاندر ديفلوب اريز مفيش سيلينج، ده يعمل مليون دولار في السنه في الطب. يعني دي اللايسنس مثلا هتكون نفس الستبس، يعني نفس الستبس هتلتقى اللايسنس اسهل. مش عايز اقول كلام اضللك، انما هتلتقى السكة اسهل لو بعد ما تاخد الفاسياس في الاندر ديفلوبمنت اسهل بكتير. طب ودي الفاسياس ازاي هاخدها من كندا؟ طبعا الفاسياس الانجليزي المحترمه جدا 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 مش معترف بيها هناك، مش معترف بيها. الجامعة تعترف بيها واعترف بالفاسيس بتاعت، انما في اللايسنس والبراكتس والاخوة لا. يعني انا واحد قريبي اوفثالمولوجيست معايا فاسيس من انجلترا، وبيشف نصيحة اللي قلتها له، واحد اندر ديفلوب اريز وهايل جدا وخده رخصة وشغال عظيم جدا، معهوش الفاسيس كندا. قلت له ما تاخدش الخازوق اللي خده فعلا، ما تضيعش سنين في حياتك بهذا الشكل، اشتغل بالانجليزي في الحتت دي. لما بيجي طبعا في جدول اسعار للجنرال براكتيشنر ممارس العام، وجدول اسعار للسبيشالست. طبعا ما فيش كاتلات في الممارس العام، انما في كونسلتيشنز، فالكونسلتيشن بتاعته بتاع الريت بتاعها اصغر من اللي بقولها ابوها. يعني ممكن مثلا احضر الفار سي اس في انجلترا عشان احسن شويه، بعدين اشتغل الاندر ديفلوبد اريا في كندا. الفار سي اس انجلترا ما تسواش حاجه الا ادبيا، يعني انا معايا فار سي اس من لندن، ادبيا يعني بحتاج شويتين، انما وداني مثلا قال لي الفايف ييرز دلوقتي بس اعمل لنا سنه هنا. سنه هنا ماشي، خدت سنه ريزيدنسي. بعد اسبوعين في الريزيدنسي رئيس الاسم اللي تاني شغال حقيقة قال لي تسيبك من الريزنسي يشتغل في السيستم بروفيسور. خازوق حلو جدا، مش هقدر اخد رخصة يعني مقدرش على الريزنسي. قلت له عنديش مانع بس استنى على الورق الريزنسي. قال لي اوكي. خدت الفاس اس، دخلت امتحان اللايسنس، كنت داخله قبليها بس في ولاية تانية لازم اقول له قصة كده، وخدت رخصة تاني يوم. طب هو ليه فارسيس بنذاكر له، اللي هو الامتحان اللايسنس بنذاكر له منين، او الكتب اللي بنذاكرها له، او الامتحان اللايسنس في كتب الكلام ده هتلتقاها مع كولج اوف فيزيشنز اند سيرجنز. لما تقول لك الريكوايرمنتس هتلتقى في كتب اللايسنس الكنديه. ما يا عم انا قريت السايت عامله ريفرنس الاجزاء كلها تكست بوكس. طب ما تكست بوكس هو هناك بيقول لك لازم كده مطلوعه عشان مفيش استفاده. طبعا تكست بوكس وجورنالز وبلاوي. لا البلاد وسط القمه بالتاريخ. لا خالص انسى الثيرد وورلد سوسايتي. اتفضل. شوف فرص النجاح للطقم
اللي بيقوله من ده؟ الولد اللي مستعد ياكل الحديد او البنت اللي مستعد تاكل الحديد مش اقل من 90% الطري ولا 1%. هيشتغل بقى في الطبلاب وهيشتغل بسيرش فيلو وهيشتغل بما هي يدوب تعيشه وشقه صغيره ويركب عربيه سكن هام تقومه ومعتقده. انما المستعد يوصل ويخرج من السقف اللي هم حاطينه على الايميجرانس عشان ما يطلعش فوق هيوصل. هناك استنوا بلوبل بتاعته. انا عشت 20 سنة عملت كل اللي حاجة في الدنيا، بنيت بيت على ايدي، اشتريت ارض، اشتريت بيوت وقدرت اجرها، طلعت باسبورتات، سجلت شهادات ميلاد العيال، عملت كل حاجة يعملها مواطن. دخلت عفش من مصر ودخلت كندا، دخلت المصالح الحكومية الكندية مرة واحدة في حياتي، الباقي كله بالتليفون والبوست. مرة واحدة. ودخلت مخير أسبوع، حبيت أطلع شهادة الميلاد تاني يوم بدل بعد أسبوع. يعني مستعجل لأن عاوز بنتي تسافر مصر باسبور مصري. قالك لازم تاخد شخصية والبوست بدل بعد أسبوع. الناس تاني يوم طلع تاني واحد. المرة الوحيدة اللي دخلت مصلحة حكومية. الدنيا مختلفة تماما، كوكب آخر. كوكب آخر. بكثير طبعا. يكفي انك كنت شايف الشرطه. انك مش خايف من الشرطه في خدمه الشعب فعلا. لو انا عندك شرطه بقصص الشرطه حصل حصل. نعم مفهوم طبعا، بس ما فيش حاجه يعني جينا الانترنت الناس بتصبح من اصعب الحاجات. شوف الحاجة اللي فيها فلوس كويسة بتطلع صعبة جدا. يعني عايز تخش اوفثالمولوجي اورثوبيديك سيرجري بلاستيك سيرجري نيورو سيرجري. اليورولوجي ابتدى يبقى اسهل شوية لان ابتدت الجراحة تقل اليمين وفلوسه ابتدت تقل لان في فلوس حلوة قوي. لا اصعب انك تقبلي فيه مش دراسات. ما كل حاجة في الدراسة صعبة، مفيش حاجة سهلة. نعم كل حاجه في الدنيا هايلي كومبتيتيف. بلاد مبنيه على المنافسه الحره والجدع بيوصل شوف البلاد دي وصلت لكده ازاي؟ ان البشر اللي فيها فيهم جينيتك سيلكشن. واحد رفض يقعد في بلده مظلوم اجتماعيا او اقتصاديا او مضطهد دينيا او في فقر مطلق، قال لك انا مسافر. ده جينيتك سلكشن. الامريكاني بتاعه اجريسيف فجدوده اجريسيف جدوده اجريسيف. الايميجرانت اللي بيروح ده نوع معين من البشر. وبعدين يجي بعد كده اللي يعدي من البوتل نكس اللي حاطينها لك. فعلى ما توصلي تفوتي من ده وتفوتي من ده وتفوتي من ده ما بيفوتش منهم الا اوكي. الدنيا مش سهلة والمتصور انها سهلة كده وهيوصل. لا لا مش سهلة. It's very difficult. Very very difficult. لازم يفهم السيستم علشان يفوت فيه. والسيستم بيتغير يعني ايامية ما اختلف تماما عن دلوقتي. بالنسبة للقوانين اختلفت تماما. بقت اصعب في حاجات واسهل في حاجات. بقت الرخصة على صعوبتها الشديدة دلوقتي أسهل. يعني أنا أيامية لما روحت كندا كان علشان أخذ الرخصة القانون بيقول إن لازم أخش كلية طب كندية آخر سنتين وأتخرج منها وأخذ رخصة. طب وعيش السنتين منين؟ وأنهي كلية اللي هتاخدها؟ عاملينها هات لي لبن العصفور. أوكي؟ اللي حصل إن أساتذة في جامعة تورونتو أساتذة بيخرجوا دكاترة وبيدربوا نواب وبيدوهم اف ار سي اس ما معهمش رخصة مزاولة مهنة. فبعضهم قال لك انا هاخد رخصة واسيب الجامعة واشتغل برايفت. بس انت ما قضيتش ريزيدنسي.
ده انا بضرب البيزنس، ده انا اللي بخرج اللي بياخد الفرش اس، ده انا اللي بخرج العيال دكاتره ودوهم بكالوريوس. قالوا له قانون كده. وصل المتاهه لجرايد المعارضه، مسكوا الحكومه بهدلوه تعصب وما تعصبش، غيروا القانون. قال لك اللي يقضي ريزيدنس سنه ريزيدنس ومعاه الفرش اس ممكن يدخل الامتحان. فهم دخلوا الامتحان وانا معاهم. دخلوا الامتحان بكالوريوس وهم الاساتذه اللي بيدوا للعيال البكالوريوس ويدوهم الفاسيس. اوكي؟ قصد؟ فالقانون اتغير. يعني لو كان القانون استنى على سنتين ما كنتش هم بص على مين؟ انما القانون اتغير. القانون دلوقتي ايه ما اعرفش. بيغيروه عن نقطه سنين في القانون اللي ناقص. انما ما هي السهله اولا. اطلاقا. بس اللي بوصل لا في بداية الحياة حبيبي. علشان لو شوف لو قعدت خمس ست سنين على ما وصلت، انت رايح هناك عندك 25 سنة، لما توصل عندك 31 سنة فل. انما ما تروحليش هناك عندك 40 سنة و 45 سنة، على ما توصل عندك 50 سنة اللي فاضل ما يسواش. يعني مثلا بدون ذكر اسماء، احد كبار نيو سيرجنز في مصر كلمني في التليفون من وانا هناك، قضى اربع سنين كلينيكال فيرجن مع راجل كبار في نيويورك، وبعدين قال له انا داخل السنه الخامسه ممكن اخش البورد. قال له لا ما قضيتش ريزنسي. انا ما قضيتش ريزنسي، انا بشتغل شغل ريزنسي وفي العمليات طول النهار زي لا لا لا. عاوز تخش البورد تعمل لي سنه جنرال سيرجري واربع سنين نيورو سيرجري. قال انا عملت اربع سنين نيورو سيرجري، قال انا بدات اوز كلينيكال فينش. قال له اكتبها ريزنس. قال له يا جماعه هيجن كلمني في التليفون اعمل ايه يا حسام؟ قلت له وظيفتك لسه في مصر؟ انا امير لسه مدرس. قلت له اكتب في بعض المدرسة. عندك كم سنه يا حبيبي؟ قال لي عندي 35 سنه. قلت له انا ما تخلص الخمس سنين الثانيه يبقى عندك 40 سنه. قدامك خمس سنين كمان على ما البراكتس بتاعك يشد، يبقى فاضل لك 15 سنه ما يسووش. نزل مصر. نزل مصر وشاف ليفت الادب. اوكي؟ فحكايه كلينيكال فيلوش دي خزوق. نعم؟ انا اخترت كندا اكسيدنت اوف لايف. لما خرجت من مصر انا خرجت سنه 60 رجعت 65 شفت الويل مشيت 67. اياميها كانت حرب فيتنام شغاله، والامريكان ميديكال اسوسيشن علشان تقلل عدد الدكاتره الاجانب اللي بيجوا يزحموهم خلوا الحكومه الفيدراليه تطلع قانون ان الدكتور المهاجر مبقاش امريكا سيتي لسه ده اجنبي يتجند في الجيش. قلت الله انا اروح امريكا عشان اطلع نفسي بتجند في الجيش الامريكاني بحاجه في فيتنام؟ ما تلزمناش الصنف. فروحنا كندا، وكندا كانت مليانه خلق بهذا الشكل جايين من امريكا على ما الدنيا تهدى وفيتنام تخلص. ماشي في سكه امريكا ورقيا وماشي في سكه كندا عمليا اللي تسلك منهم الاول. سكت كندا في الاول وحبيت كندا، قعدت في كندا ما رحتش امريكا. امريكا في الزمن ده كانت فلوسها اكتر. دلوقتي لا. يعني الفيس اعلى بس الشغل اقل. الشغل في كندا كميه فوليوم رهيبه لانهم محددين عدد الدكاتره. يعني مثلا في اونتاريو اياميه أول ما دخلت أونتاريو كان في 146 نيورولوجيست. لما مشيت بعد آخر عمري كانوا 156 نيورولوجيست. وأونتاريو طلعت من 7 مليون ل 8 مليون. أوكي؟ وعدد النيورولوجيست قال لك وكان في كوميتي وأنا سيرفد أون ذات كوميتي، فيدرال كوميتي علشان الميديكال مان باور. الميديكال مان باور الأوبتيمم نمبر أوف بيشنتس تو كيب ذا نيورولوجيست سكيلز. عشان لما يبقى شغلك قليل السكيلز بتاعك هتطلع. استاذ رهيب، وانا حسيت ان هم جايبين لي زينه
عشان ايه ما يقولك مش كلهم.